مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملوي تفضلي هالة شكرا جوانا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكيه ويليام بيرنز والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه تناول اللقاء تطورات الاوضاع الاقليميه حيث تمت مناقشه اخر مستجدات الجهود المشتركه للتوصل لاتفاق للتهدئه ووقف اطلاق النار بقطاع غزه واكد الرئيس السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكريه في قطاع غزه مشددا على اهميه اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليه لوقف الحرب وضمان انفاذ المساعدات الاغاثيه بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثه الانسانيه التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع كما شدد الرئيس السيسي على ضروره اتخاذ خطوات جاده ومؤثره لمنع اتساع رقعه الصراع في المنطقه اعلن مصدر رفيع المستوى عقد اجتماع رباعي اليوم بالدوحه يضم وفود مصر والولايات المتحده وقطر واسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس واسرائيل للوصول الى اتفاق للتهدئه في اقرب وقت موضحا ان رئيس المخابرات المصريه ونظيره الامريكي سيراسان وفود مصر والولايات المتحده بالاجتماع وافاد المصدر ان مصر اكدت مواقفها الثابته حول ضروره الوقف الفوري لاطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه كما اشار المصدر ان هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط وان المفاوضات ستتواصل غدا بالقاهره وسط نشاط مكثف للوفد الامني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافه الاطراف ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خياما تأوي عائلات نازحة أمام مدرسة في بلدة عبسان جنوب قطاع غزة إلى أكثر من ثلاثين شهيدا وعشرات المصابين وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن من بين المصابين حالات خطيرة وحرجة ولا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها من جانبها قالت حركة حماس إن المجزرة التي نفذتها التي نفذها جيش الاحتلال بمدرسة العودة تمثل إمعانا في حرب الإبادة والمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة ماجلان خلال معارك وسط قطاع غزة اعلن الجيش الاسرائيلي ان طائراته قصفت موقعا لحزب الله في منطقه جنتا بجنوب لبنان مشيرا الى انه تم استهداف نظام دفاع جوي تابع لحزب الله ياتي ذلك عقب اعلان اسرائيل مقتل شخصين في هضبه الجولان المحتله نتيجه سقوط صواريخ اطلقت من جنوبي لبنان ومن جانبه اعلن حزب الله اللبناني قصف مقر قياده فرقه الجولان 210 في قاعده نفح الاسرائيليه بصواريخ الكاتيوشا كما اعلن حزب الله مقتل احد عناصره في قصف اسرائيلي على بلده شقره في جنوب لبنان أعلنت قوات الحوثي تحقيق إصابات مباشرة باستهداف ثلاث سفن في بحر العرب وخليج عدن، إحداها إسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. من جانبها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي في منطقة تسيطر عليها داخل اليمن، مشيرة إلى أن المسيرة الحوثية مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف والسفن في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه من معدات وأضاف بايدن أن الناتو يمر بمرحلة محورية ولحظة حاسمة وأضاف بايدن أن حلف الناتو أقوى من أي وقت مضى مع انضمام أعضاء جدد للحلف مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا ستزود أوكرانيا بأربع منظومات باتريوت افتتحت فرنسا التسجيل برأسية كولومواني بالدقيقة التاسعة قبل أن يرد لامين يامال بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة الحادية والعشرين وعزز بعدها داني أولمو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الخامسة والعشرين وستواجه إسبانيا الفائزة من إنجلترا وهولندا في مباراة نصف النهائي اليوم إنتهى موجز التاسعة وعودة لإستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل